يا من شق البحار وأجرى الأنهار وكور النهار على الليل والليل على النهار، يا من هدى من ضلاله وأنقذ من جهاله وأنار الأبصار وأحيا الضمائر والأفكار. يا الله يا الله يا الله، لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وارزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأدخلنا الفردوس بلا حساب ولا عقاب. اللهم واغفر لوالدينا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ووفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم إنا نرجوك أن تعطي لكل واحد منا مسألته وخيرا مما يسأل، يا جواد يا كريم يا رحمن يا رحيم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا رب الأرض والسماء. اللهم وأعظم أجرنا على فراق شهرنا، وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن بصحة وعافية يا رب العالمين. اللهم اكتبنا من عتقائك من النيران يا أرحم الراحمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك.